السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الدريدي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على الإجابة النموذجية لامتحان الحاسب الآلي محافظة الأقصر، الفصل الدراسي الثاني العام 2024، الصف الثالث الإعدادي. يلا بينا. السؤال الأول هنا بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطأ. تتميز لغة الفيجوال بيزك دوت نت بالتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. طبعا صح، لأن أنا عندي أي بيانات حرفية ورقمية وبيانات متنوعة وكارثية. يستخدم أمر dim في الإعلان عن المتغيرات. طبعا إجابة صحيحة. 55 city 55 city يعتبر اسم متغير صحيح. طبعا غلط، لأنه بدأ هنا إيه برقم. طيب الإعلان عن الدالة يبدأ بصب وينتهي بإنت صب. طبعا غلط، هنا الامتحان المفروض هنا الدالة يعني function، دالة يعني function، حتى مكتوب دالة هي تحتيها هي على طول دالة اللي هي function. تمام. طيب التعدي الإلكتروني يتم من خلال وسائط إلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا صح. نلجأ لاستخدام الدالة function إذا كان لدينا كود سينتج عنه قيمة نحتاجها. طبعا صح. والسؤال بتاع الدالة اتكرر 3 مرات في الامتحان ده، ادي مرة هنا وادي مرة هنا وادي المرة الثالثة. تستخدم لتكرار كود معين لعدد من المرات بناء على شرط. طبعا دي جملة التكرار do while. do while loop. طيب بقول هنا عبارة عن مجموعة من الأوامر تحت اسم معين وتعود بقيمة. لسه جايلينها في السؤال اللي فات الدالة function تعود بقيمة على طول. أول ما اسمع بتعود بقيمة على طول الدالة function. طيب عبارة عن سلوك عدواني متعمد. خلاص كده التعدي الإلكتروني. تعدي الإلكتروني. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. نوع البيان المناسب للإعلان عن متغير الاسم. متغير من النوع الاسم اسمه f underscore name first name يعني. طيب الاسم ده عبارة عن ايه؟ حروف. طبعا integer ده بيان عددي صحيح. الديسمال بيان عددي او رقمي غير صحيح، يبقى ما عنديش الا ليه؟ string. طيب السؤال الثاني، الخطأ الذي يحدث اثناء التشغيل او تنفيذ البرنامج. ده هو بيقول ايه؟ وقت التشغيل، يعني عند التشغيل. ران تايم ايرور، يعني عند التشغيل. اما اللوجيك ده منطقي في العمليه الحسابيه، والسينتكس ده خطأ املائي. طيب الناتج النهائي للمتغير اكس في المعادله. طبعا هنا ما عنديش حاجه الا جمع وضرب، وبالتالي الاسبقيه للضرب 2 في 4 في 8 زائد 3 يساوي ايه؟ 11. السؤال اللي بعده، أجب عن التالي مستعينا بالكود الآتي. طيب هنا بيقول لي اسم المتغير العداد، اسم الكاونتر. طبعا اسم الكاونتر هو ام، يبقى احط ام. طيب تبدأ الحلقة التكرارية واحد، يبقى هنا ادي 1، وتنتهي عند القيمة هنا قيمة كام؟ 10. ومعدل الزيادة بعد ستيب اهو قيمة الزيادة 2، يبقى قيمة الزيادة. طيب هنا بيقول لي الغرض من الفي بكريل في الأمر اللي اسمه في بكريل اللي هو موجود هنا في الكود ده. ايه الغرض من في بكريل؟ طبعا البيبي كريل تستخدم في انشاء سطر جديد، وممكن ازود اقول له في البرنامج او في برنامج الفيجوال بيزك دوت نت لو انا عاوز يعني ازود، لكن هي انشاء سطر جديد وخلاص. تمام. طيب السؤال اللي بعده، الكود اللي هو ده الاعلان عن ثابت اسمه. طبعا الثابت بيجي بعد الكونست، ادي كونست اهوت، كونست بعدها مين؟ باي. يبقى هنا القيمة ايه؟ او الامر الاعلان اسم الثابت عندي باي. النوع بتاعه طبعا بعد از ادي سنجل، تم تخصيص القيمة، اداله قيمة ايه؟ 22/7. 22/7 بس كده خلص الامتحان. امتحان مميز صراحة وسهل جميل جدا. اتمنى اذا عجب حضرتكم الفيديو ما تاخدش علينا بالاعجاب، واشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنساش موجود امتحانات وشرح في الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي. توفيق ونجاح الشباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.